بسم الله الرحمن الرحيم، رجعت حاتكم مرة تانية. الحقيقة زي ما قلت قبل ما نطلع فاصل إن أنا طول الوقت أنا واحد من الجيل اللي تربوا وأنا في الجامعة، الكلام ده من زمان قوي، كان عندنا كل التيارات السياسية وكل التيارات الفكرية، وربما دي اللي ساهمت وإحنا في اتحاد طلاب وكذا، وإن كل ما يكون هناك في حوار ما بين المجتمع، الحقيقة خاصة في قوانين مهمة جدا جدا، ده علامة من علامات الحيوية وعلامة من علامات صحة المجتمع. إنما للأسف الشديد البعض يريد لهذا البلد انه ما يتكلمش، انه يبقى صامت، انه يبقى فيه وجهه نظر واحده، والبعض الاخر بره اللي عايز يناور وعايز يخلق من اي شيء مشكله. فاذا ما اعترضت نقابه الصحفيين وهذا حقها الطبيعي، وان ما اعترضتش ما تبقاش بتقوم بدورها، لان الدور الطبيعي جدا لنقابه الصحفيين انها عايزه مزيد من الحريات، وكلنا عايزين مزيد من الحريات. الدوله عندها حساباتها بعد ما حصل في 25 يناير والتفكك والسقوط من المؤسسات والفوضى اللي حصلت، كان لابد شويه من انه يبقى في قدر من الاستقرار وقدر من التضييق علشان الفوضى اللي احنا شفناها في 25 يناير. من حق نقابه المحامين ومن حق نادي القضاه ومن حق المواطنين ومن حق اي حد انه طول الوقت يطالب باعلى سقف من الحريه، ده الطبيعي جدا جدا. وانا اظن ان الدوله المصريه في عهد الجديد والجمهوريه الجديده ان هيبقى هناك في انفراجه كبيره جدا جدا، بدات بالاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان، وبقى عندنا الحقيقه مجلس قومي مهم جدا، وعلى في شخصيات مهمه جدا جدا، البعض عايز برضه يصنفهم ويحسبهم معارضه، هم بيقوموا بدور مهني جدا جدا. يعني سجل مصر في حقوق الانسان بقى اصبح قطع خطوات مهمه جدا جدا. لسه كنت بقول لحضراتكم خبر ان الولايات المتحده الامريكيه المعونه العسكريه مليار و300 مليون دولار، كان زمان بعض اعضاء الكونجرس يقول لك نزيل ونعمل عشان حقوق الانسان، لا، المساله احنا عندنا تقدم كبير جدا جدا. اللي انا عايز اقوله باختصار حضراتكم، وانا قاعد بسمع وبشوف اللي مكتوب على السوشيال ميديا وقنوات الاخوان، دي خناقه ما بين نقابه الصحفيين والبيان اللي بيصفوا بالارهاب والمساله دي كلها، الكلام ده مش صحيح. ربما قبل الحلقه انا اتكلمت مع ناس كثيره جدا منهم، لقيت بالعكس رئيس البرلمان الحالي كان مفوض تقارير في المحكمة الدستورية العليا أيام الدكتور عوض المر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، محكم حكم رائع في مسألة الحريات وفي مسألة كذا، وعلى رأس البرلمان حد زي المستشار حنفي الجبالي، والنهاردة مطلعين بيان بيقولوا إن إحنا بنستمع ولسه المسألة ونضيف ونفعل ونفعل ونفعل. فالخلاصة بدل ما نفرح بهذا الجو الحقيقة ونناقش ونختلف ونضيف، لا، البعض عايز يحولها لخناقه. والحقيقه انا اسف انا طولت في المقدمه، بس كنت لازم اشرح لحضراتكم زي ما هنشوف دلوقتي. بيشرفنا على الهواء مباشره المحترمه السفيره مشيره خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، شرفتيني يا هانم. اهلا بحضرتك. اهلا، كل سنه طيبه. وحضرتك طيب والناس جميعا طيبين بمناسبه مولد النبوي. ايه الحكايه؟ ايه الخناقه دي بقى؟ بص حضرتك، احنا بنتعلم وإحنا بدينا مشوار، واتكلمت أنا مع حضرتك قبل كده، مش هنعمل قفزات بين يوم وليلة، إحنا بنعمل خطوات، المهم إن إحنا ما نرجعش ورا ونبقى واثقين في اللي إحنا بنعمله. لو اتكلمنا على الموضوع اللي إحنا بصدده النهاردة وهو تعديل قانون الإجراءات الجنائية، قانون الإجراءات الجنائية ده يأتي بعد الدستور على طول، ده قانون كبير وقانون مهم جداً وقانون معقد جدا وقانون بينظم حقوق الإنسان. أو إحنا القانون اللي كان مكتوب في ثلاثينيات القرن الماضي ما كانش في حاجة اسمها حقوق الإنسان، النهاردة حضرتك مطالب إنك تراجع هذا القانون كي تترجم أول دستور في تاريخ حياة المصريين بيضع حقوق الإنسان الأساس للنظام السياسي وللمجتمع. فدي نقلة كبيرة جدا جدا. أنا ما خبيش على حضرتك، أنا كنت خايفة إنه يضحك علينا يقول لك إحنا بنعدل قانون الإجراءات الجنائية وبعدين تطلع لا يطلع يعدل لك جملة ويقول لك إحنا عدلنا، إنما النهاردة إحنا بنعيد كتابة قانون. أنت حضرت المناقشات؟ طبعا إحنا بنعيد كتابة قانون جديد، لأن هذا القانون تعرض لتعديلات كتيرة وبقى زي الطوب المرقع، فقد الهوية بتاعته والفلسفة بتاعته مش واضحة. فالنهاردة حضرتك بتعيد كتابة الدستور، وأنا يعني الضجة اللي حاصلة النهاردة دي علامة صحية زي ما حضرتك اتكلمت،
انه الاطراف بتتكلم مع بعضها، لان هذا القانون بيضم اطراف مهمه جدا. بيضم اولا المواطن اللي هو المتهم، ده مواطن والمتهم ليه حقوق. الدستور بيتكلم على الحق وحد الحق في الكرامه، وان من يحبس يعامل بما يعزز شعوره بالكرامه. فحق المتهم، حق النيابه العامه اللي بتحرك الدعوه وتبشرها، حق المحامين. المحامين مهمين جدا جدا، ده موضوع كبير جدا، حقوق المحامين. والامم المتحده مطلعه مبادئ اساسيه لحقوق المحامين، لانه كل منظومه العداله دي بتخدم على مين؟ على المواطن، على الانسان، ايا كان وضعه، متهم، محامي، ايا كان وضعه هو ليه حقوق. فالنهارده المستشار حنفي الجبالي، والحقيقه تحيه وتقدير كبيره جدا لحضرته، انه هو راس اجتماع انا حضرته مع في البهو الفرعوني، مع كان عددنا بتاع حوالي 50 او 60 من حوالي اسبوعين تقريبا. وادى كلمه لكل واحد. انا اعجبت جدا بمنتهى الهدوء والسماحه، ادى كلمه لكل واحد حوالين هذه الترابيزه الطويله، وكل الناس اتكلمت بمنتهى الهدوء والاريحيه. تشكيل لجنه فرعيه كي تدرس تعديلات او كتابه قانون جديد، ده تقليد جديد. اللجنه اخذت وقت طويل جدا، وده يطمنا ان العمليه مش سلق بيض. ورغم من كده ما انتهاش لسه يعني. ولسه ما انتهاش. يعني عشان هو الحقيقه هم كانوا قالوا ان يوم 11 هيبقى اخر يوم، ولكن طبعا بعد الضجه اللي حصلت دي انا اتوقع ان المهله تمتد. لكن انا عايزه اقول ما نتخضش من هذا الحوار، هو اهم حاجه ان الحوار يبقى بمهنيه، بحرفيه، ما نستخدمش الفاظ تضايق بعض وتبوظ عمليه دستوريه جميله. يعني تحسب لمجلس النواب هذه السابقه اللي نتمنى انها تتبع في قوانين اخرى كتير محتاجين ان احنا نعدلها. هي البدايه بقانون الاجراءات الجنائيه، لكن لسه هيجي قانون العقوبات، قانون الاحوال الشخصيه، وقوانين اخرى مهمه. فان انا يبقى عندي منهجيه واضحه، يبقى في سابقه بنقيس عليها وكده. بالظبط، منهجيه واضحه. واهم حاجه اسمع للناس، لان كل ما سمعت لاطراف اكتر كل ما وصلت لقرار قابل للتطبيق. لان حضرتك ممكن تعمل قانون ولا ينفذ، لان برضو دي نقطه نوقشت في الاجتماع. حضرتك بتقولي نقطه مهمه قوي سيادة سفيره، يا ريت هذا الحوار بس لما نتكلم كلنا مصريين ووطنيين، وكلنا كل صحفيين او المحامين او الاطباء او حضرتك، كلنا بنشتغل عشان المواطن. بالزبط. ده حق المواطن. بالظبط. انما في احيانا بيبقى في بعض التحقير او الاتهامات بالخيانه وكذا وكذا. لا في لا. بعض البيانات لا ده غير مسموح بيه خالص، ربما الحقيقه يعني لا. تعكر صفو المساله دي كلها. لا، احنا المفروض نبقى اقوى من انها تعكر صفونا. طبعا طبعا. ونبص للمضمون. احنا بنقوم بعمليه مهمه جدا، وعلى فكره المنطقه والعالم كله بيراقبها، واكيد القرار الامريكي اللي حضرتك بتتكلم عليه داخل فيه ما يدور الان. قصدت ان انا اقول عشان اقول ده. معايا على التليفون زميلنا وصديقنا المحترم استاذ خالد البلشي، نقيب صحفيين مصر. استاذ خالد، اهلا وسهلا بيك. يا اهلا بحضرتك استاذ سيد، واهلا بضيفتك العزيزه. اهلا اهلا. كل سنه وانت طيب يا استاذ خالد. واهلا بكل المتابعين للبرنامج. طيب، باختصار شديد جدا، البعض حاول يوصف ما تم بين نقابه الصحفيين وبين البرلمان على انها خناقه. وانا اذكرك واذكر كل زمايلنا العواجيز اللي زي حالاتي كده بان احنا خدنا حاجات كتيره جدا في قانون 93، وكان استاذ ابراهيم نافع الله يرحمه، وكان في النظام الدكتور اسامه الباز، وكان هناك حلقه وصل، وكان والمساله اتحلت بشكل ديمقراطي. وان بقول للناس يا استاذ خالد ان نقابه الصحفيين لو ما عملتش كده يبقى مش بتقوم بمهمتها. صحيح. مهمه نقابه الصحفيين انها قلعه للحريات، ليس للصحفيين ولكن من اجل المواطن. ماذا حدث باختصار ووجهه نظرك في ايه؟ الاول خليني اسمن معالي السفيره، قالت كلام مهم جدا على فكره ان ما فيش راي ممكن يقدر صفو اي مجتمع. الراي دائما بياتي لي يعني بغرض وطني، بان انا
نضيف وجهة نظر حتى ولو لم تقبل للآخرين. أنا تاريخ نقابة الصحفيين هو قائم على الدفاع عن حرية الرأي والتعبير، عن المجتمع، ولما بيشتبك مع قضايا المجتمع بيشتبك بهدف يعني هذه القواعد، وطول الوقت ده جزء من دورنا في هذا الإطار. وده لما دخلنا لنبدي رأينا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية كان في هذا الإطار وفي هذا التاريخ الممتد، وكان المطلب الرئيسي أن نعود للناس، أن نعود لأطراف المجتمع بكل فئاته. وقررنا أن احنا نقدم نسخة، يعني رأينا المرة دي قررنا أن يكون من خلال دراسة قانونية ومش مجرد إبداء رأي، لا ده احنا قدمنا تعديلات واضحة. يعني بنقول نص المادة الاعتراض، وجه الاعتراض علينا أو وجه الملاحظة عليها، ونص مادة بديلة. وأظن يعني حاولنا بكل الطرق الممكنة أن ده يبقى ده الرسالة بتاعتنا. احنا لما دخلنا في الإبداء رأينا لم يكن معركة، كان يعني جزء من حوار مجتمعي نريده أن يكون عنوانا لكل يعني التعاملات ولكل الرؤى في المجتمع ده، وعنوان من بداية ده جزء من مهنتنا هي بتدافع عن حق الناس ده رأيهم وعن تنوع الآراء في هذا المجتمع. ده العنوان الرئيسي اللي دخلنا بيه لإبداء تعديلاتنا. احنا شايفين ان احنا امام نص مهم جدا، هذا يرقى اسمه دستور العدالة، بقول الإجراءات الجنائية ده دستور العدالة في هذا البلد. بعض الكبار القانونيين بيعتبروه الدستور الأصغر. صحيح. فإذا كنا أمام يعني نص بهذا الحجم، إحنا خلينا نشوف إحنا عملنا إيه في الدستور. طيب أستاذ خالد، عملنا لجنة 50 وعملنا حوار مجتمعي واسع ونقاشات واسعة، وهذا بهدف ان في الاخر زي ما قلنا كده القانون ياتي ليطبق. طيب. وياتي ليراعي ما يعني استاذ خالد، البرلمان طلع بيان محترم جدا بيقول ان هذا ليس الموعد النهائي، وان في الجلسه العامه مفتوحه، وان البرلمان مفتوح للاضافه والتعديل ولكافه وجهات النظر، يعني الحقيقه، وقال وذكر كل النقابات وكده. استاذ خالد، الموقف الراهن النهارده ايه في هذا الحوار ما بينكم وما بين البرلمان؟ الحقيقة هو حوار، خلينا نتفق على انه حوار مهم، هو حوار. البداية لازم نتبقى انه حوار، واحنا ده جزء من اللي احنا بنقول عليه حوار، الحوار المجتمعي، وان النقد، واحنا مش دايما بنقول النقد ولو اشتط هو نقد في الاخر يعني، فاحنا ما بنزعلش قوي من الهجوم، ما دايما احنا في ادبياتنا في الصحافة بنقول بننزعج امتى؟ لما يبقى في فرض قوة او فرض رهبة، واحنا مؤسسه الصحفيين مؤسسه اكبر من ان يتم اكيد او ارسال رسائل صعبه ليها. فدلوقتي انا اعتبر خلينا نتكلم ان هو في اطار يعني البيان التشريعي في اطار النقد ولو اشتط. الرساله بتاع بيان البرلمان بشكل عام انا تقديري انها بادره مهمه لابد من البناء عليها. للعوده للمربع اللي احنا كلنا كنا بنتكلم فيه، فتح الباب لحوار مجتمعي. انا تقديري ده خطوه مهمه ديت بقى. خلينا ننتقل للمعركه الاساسيه او للموضوع الاساسي. الموضوع الاساسي مش الشد والجذب او النقد او النقد مهما على، الموضوع الاساسي ان احنا نتحاور ونتشارك جميعا في تقديم قانون للاجراءات الجنائيه يليق بنا ويليق ويحفظ الحقوق والحريات في هذا المجتمع، وكمان يحفظ الثقه داخل ويكون قابل للتطبيق. استاذ خالد البلشي، اتمنى ان اكون اديتك الفرصه تعبر عن وجهه نظر نقابه الصحفيين. استاذ خالد، قفلوا عليه الزهر يا اساتذه. الاستاذ خالد فين؟ ايوه مع حضرتك. بقول لك اتمنى ان انا اكون اديتك الفرصه تعبر عن وجهه نظر نقابه الصحفيين. طبعا يا استاذ. طيب سياده السفيره عايزه تقول لك حاجه. تحياتي لمعالي السفيره. طب هي عايزه تقول لك حاجه سعاده السفيره. انا الحقيقه موافقه حضرتك في كل كلمه قلتها. ربنا يخليك. لانه اكبر تحدي بالنسبه لنا هي الحقوق المدنيه والسياسيه، الحق في الحصول على المعلومات، الحق في حريه التعبير، الحق في ان المواطن العادي البسيط يبقى معايا في الصوره،
يعني انا النهارده بعد القانون الاجراءات الجنائيه ده قانون معقد ومتخصص جدا. أيوة. لازم المواطن البسيط يبقى معايا وعارف. عكس المقوله اياها القانون لا يحمي مش عارف مين. لا 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 تماما. لا 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 وانا بوافق الاستاذ البلشي على كل كلمه قالها ان هو ده الحوار الحقيقي. في مجموعه مهمه جدا الصحفيين اللي هم بيوصلوا لنا المعلومات وبينقلوا ارائنا. ليهم رأي يجب أن نستمع إليه، وإنه إحنا ما عندناش ديدلاين لازم نلتزم بيه. إحنا نقدر نفتح النقاش، المهم إن إحنا نسمع لبعض ونحترم آراء بعض ويكون تبادل الآراء منظم ويتم الأخذ في الاعتبار الآراء اللي يتم التعبير عنها. ما أنا ممكن أقول رأيي وحضرتك تسمعني لكن ما تعملش بيه. لا، لازم على الأقل تحاول أنك تعمل بيه. ممكن تيجي تقولي والله أنا حاولت بس مش قادر أخذ برأيك، هناخد بنصه ونص الكلام اللي قاله الأستاذ خالد البلشي. لكن لازم أحس أن رأيي ده مهم. وإحنا كمجلس حقوق الإنسان مثلا إحنا عقدنا سلسلة من الجلسات التشاورية. أشكرك أستاذ خالد البلشي، أشكرك شكرا جزيلا، شرفتني. اتفضلي فندم. عملنا سلسلة من الجلسات حول الحق في محاكمة جنائية عادلة، وتناقشنا في أمور كتيرة، وطبعا المجلس ممثل في مجلس النواب في اللجنة الفرعية اللي بتصيغ القانون. ولكن النهاردة احنا مازال عندنا بعض الملاحظات اللي بنطالب بالأخذ بيها. يعني في الباب السادس اللي بيتكلم على حقوق الشهود، هو ما بيتكلمش على حقوق الشهود، هو بيقول الشهود. لا، احنا عايزين نقول حقوق الشهود والمبلغين والضحايا واطراف الجريمه. ده مهم جدا لإظهار الحقيقه كمان، لازم اتكلم على الحقوق العداله بالظبط، واتكلم على الحقوق. انا عندي دستور حط حقوق الانسان اساس النظام، يبقى ما اقولش الشهود وبعدين في تحت باب الشهود بعامل الشهود كما لو كانوا متهمين بالظبط وبيطاردوا من الاطراف الاخرى بالظبط بالظبط. نقطه ثانيه برضو اثيرت هي انه لو انا عندي شاهد لازم احمي الشاهد، ما عرضوش للخطر. العالم كله عامل ده قانون حمايه الشهود طبعا طبعا، ما عرضوش للخطر. يعني انا ممكن اخد الشاهد في غرفه منفصله استمع لشهادته ولا اواجهه بالمتهم، لازم احميه. ده بيضطروا يعملوا عمليات تجميل ويعملوا الاقامه، يغيروا الاقامه في امريكا وكده. لا، لازم احمي الشاهد واوفر له الظروف عشان يدلي بشهادته براحته. دي بعض النقاط سيادة السفيرة. معايا الأستاذ مجدي سخي وكيل نقابة المحامين. أستاذ مجدي أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك يا أستاذ سيد، أهلا بيك. كل سنة وحضرتك طيب يا فندم. وأنت طيب يا فندم والسادة المشاهدين. هذا الحوار المجتمعي المهم من وجهة نظري الحقيقة ما بين منظمات المجتمع المدني، المجلس القومي لحقوق الإنسان والبرلمان في صياغة دستور العدالة وقانون الإجراءات، أنا شايف إنها خطوة تقول إن البلد دي فيها حيوية، وإنها يعني إحنا عندنا ناس وعندنا نخبة وكده، يعني البعض بيحاول يعملوا يفتعل خناقة. أنت وجهة نظرك إيه في هذا الحوار المجتمعي ما بينكم وما بين البرلمان يا أستاذ مجدي؟ هو الحقيقة أنا استمعت إلى تقديم سيادتك برنامج وإلى كلمة النقيب خالد البلشي والسيادة الكثيرة. الحقيقة نحن متفقين جميعا لأن هذا القانون من أهمية للمواطن المصري قبل الكيانات التي تستعمل بهذا القانون. والقانون عندما طرح بعد خلص من اللجنة الفرعية الحقيقة لدينا ملاحظات، وأن هذا الحوار الذي تم والمناقشات التي تمت ما هي إلا تعبير عن نص واضح وصريح في الدستور المصري في المادة 77 التي تفرض أن يؤخذ رأي النقابات والهيئات والمؤسسات فيما يتعلق بالقوانين المتعلقه بالحقوق والحريه. هذا القانون من الاهميه بمكان ان نتريث ونتقوى ونضع ضوابط محدده ومحكمه تحقق العداله وتحقق الحريه الشخصيه للمواطن المصري قبل الهيئات والكيانات التي تتعامل بالقانون. هو شكر مقبول للبرلمان ان هو استمع الى كل هذه الجهات، ولكن نريد مزيدا من الاستماع، مزيدا من التوضيح، مزيدا من طرح الحقائق. احنا كمحامين بنمارس العمل على الطبيعه وعلى الارض وعلى الواقع، وبنرى مشاكل كثيره جدا واحداث مهمه جدا، ولن اتناول بالتفصيل
مواد بعينها، انما القانون المطلوب ده عمره 70 او اكثر من سنين، وحصل تطور كبير جدا. ثم صدر دستور 2014 وضع العديد من الحقوق والحريات الشخصيه في الماده 54 والماده 98 والماده 198 من الدستور، يجب ان تفعل هذه المواد بشكل واضح في قانون الاجراءات الجنائيه. انا الاعتراض والحوار ليس خناقه زي ما حضرتك بتقول، لا، احنا مصريين نتمنى لبلدنا ان تكون في وضع احسن، نتمنى للمواطن المصري ان يكون في وضع افضل، وضع قانون يحمي حقوق الوطن وحقوق المواطن هو شغلنا الشاغل وليست معركه او خناقه، ونحن مقتنعين جديد الاقتناع ان المشرع هو البرلمان المصري، انما يجب على البرلمان المصري ان يستمع الى المواطن المصري ممثلا في نقاباته وهيئاته ومؤسساته والكيانات الحقيقيه داخل المجتمع المصري، لان ده هيدي منتج هيكون راضي عنه الجميع وهيحقق الاحتياج للجميع. اشكرك شكرا جزيلا استاذ مجدي ساخي وكيل نقابه المحامين. وقبل ما ارجع لسعاده السفيره، الحقيقه وزير النقل الفريق كامل الوزير بيوجه بتشكيل لجنه من المختصين للوقوف على اسباب الحادث، وبيقول الحقيقه ان المصدر قال ان القطار الاول كان قادما من المنصوره متجها الى القاهره ويحمل رقم 36336 واصطدم بالقطار رقم 261 المقبل من القاهره متجها الى الاسماعيليه، وتم التصادم امام الكوبري الجديد بمدينه زقازيق. الوزير وجه بتشكيل لجنه لفحص الحادث وكشف اسبابه ودوافعه. الحقيقه كمان المصدر المطلع بوزاره الصحه قال الحصيله الاوليه من مصاب حادث تصادم القطارين امام الكوبري الجديد حاله وفاه واحده و18 مصاب تم نقلهم للمستشفى لتلقي الخدمه الطبيه اللازمه. وربنا يستر الحقيقه. انا معلش انا اسف بس عشان ربنا يستر، بس الحمد لله يعني الحمد لله. ايه رايك في كلام استاذ مجدي ساخي؟ طبعا كلامه احنا تقريبا متفقين، يعني كلنا متفقين، يعني هي مش خناقه. المجتمع المدني متفقين. انما اليومين اللي فاتوا سياده السفيره معلش انا شايف القنوات بره والسوشيال ميديا وكده مش متعودين على يعني الحوار. هو ده الحوار الحقيقي. حلو قوي. هو ده الحوار الحقيقي تلقائي، وكل ناس جوه دايره. ومفيش مانع يبقى في حده ويبقى في مفيش مانع. لا هو ممكن يبقى في حده بس لا نتجاوز في حق الاخرين. واحنا الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان بتتكلم على غياب ثقافه حقوق الانسان. احنا بنتعود دلوقتي ان احنا نتكلم بلغه جديده. أيوة واللغه الجديده مختلفه. وانا برضو عايزه ادي اللجنه الفرعيه اللي قامت بصياغه القانون حقها. هم قعدوا مده طويله يدرسوا القانون واتوا بهذا المقترح، ولكن لا توجد عجله. انا مش هستعجل واخد قانون نص ونص، انا هستنى واخد قانون 100 100. اول معيار في القانون اللي انا بتكلم عليه انه يترجم الدستور ترجمه صادقه. وده صحيح. وهناك فجوه شاسعه بين القانون السابق اللي صيغ في ثلاثينيات القرن الماضي وقانون بيصاغ النهارده في ظل الدستور، في ظل هذا الدستور. المعيار بتاعي هو الدستور. لا يمكن ان انا اطلع قانون النهارده يخالف الدستور. وانا لا اظن ان ده يحدث في ظل وجود المستشار حنفي الجنائي لا يمكن رئيس المحكمه الدستوريه يعني. لا يمكن. لا يمكن. يعني انا مش عايزه اضايق حد من المشاهدين. انا بالعكس، انا يعني الحوار ده ظاهره صحيه ما نتخضش منه، وده احنا بنتعلم. لا ده حضرتك اللي بتقولي كده، انما ما خليني اقول لحضرتك برضو زي ما قلتي ان ثقافه حقوق الانسان ما زال بعض الناس صغار المسؤولين لسه ما وصلهمش المساله، واحيانا بيتشنجوا. وانا قلت يمكن قبل حضرتك ما تيجي في المقدمه، احيانا شخص يتكلم فنتخيل ان الشخص ده هو الحكومه او هو الدوله. شخص يكتب تويتر على اكس مثلا من السعوديه فنقول السعوديين بيعملوا كده. لا، الشخص بيمثل نفسه لا يمثل الدولة ولا المسألة دي كلها. صح يعني. صح. فاحنا ما زلنا يعني عندنا الفهم القديم ان احنا بنترجم بعض الحاجات بمفهومنا القديم، لسه ما دخلناش فيه. ان يعني لو تشوف حضرتك الدستور كيف تناول هذا الموضوع، بدأ في المادة 51 يتكلم على الحق في الكرامة، ان كل مواطن جديدة له الحق في الكرامة. وبعدها على طول نقل
للحق في الحمايه من التعذيب. شوف حضرتك الدخله ازاي. وبعدين الماده 53 المساواه في التمتع بالحقوق، ده فكر جديد جدا لما يجي نترجم ده القوانين بقى، فكر جديد علينا لما يجي نترجم ده يا فندم. وانا اظن ان اكتر ناس عندهم قدره على صياغه ده انتوا في المجلس القومي لحقوق الانسان، الثلاث حاجات دول تحديدا، لان انا عارف ان حضرتك مثقله وعندك حاجات قد كده بالتفصيل، وانا ناس بتكلمني وبيقولوا ان هم اتصلوا بحضرتك وكده يعني. فانتوا اقدر ناس سياده سفيره ان انتوا تترجموا ده لصياغه نصوص. صحيح صحيح، احنا مشاركين. لكن حضرتك طبعا لما بتشارك ضمن مجموعه كبيره لازم تقبل بان مثلا واحد على 10 من رايك يتاخد بيه، لان في معاك مثلا 200 واحد. لكن احنا في حاجات سياده سفيره حد يختلف عليها، يعني لما نيجي نقول مثلا الحق في الكرامه، هل في واحد يقول لا نص كرامه او عشر كرامه؟ يعني هل يعني انا في حاجات مش مختلفين عليها. انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه، النهارده العالم لما بيتكلم، عشان كده انا بقول لك الدستور ده دستور محترم، وانا بحيي الناس اللي صاغوا هذا الدستور. انه الماده 51 بتتكلم على الكرامه اللي هي اساس حقوق الانسان، على طول نقلت بعدها للحق في الحمايه من التعذيب. النهارده العالم ما بيتكلمش على التعذيب بس، ده بيتكلم بيحط في نفس السله التعذيب، المعامله المهينه او الحطه للكرامه او الاهمال جريمه. النهارده جريمه بيعاقب عليها الدستور الاهمال. يعني طفل اسرته اهملته، وكلنا عارفين في ظروف معينه ممكن الجار يبلغ هذه الاسره اهملت هذا الطفل ويدي، دي جريمه. النهارده مفيش بقى تفريق ان التعذيب ده جريمه بشعه والاهمال يا غمض عينك بقى طب وايه يعني، لا دي بس دي ثقافه جديده قوي عليها. ما احنا لازم نتعلمها يعني، وهو الدستور بيعلمها. والدراما والاعلام الحقيقه لسه اسرى الحاجات، السجون الحربيه والسجون المعتقلات والتعذيب ومش عارف مين اللي كان بيعمل والكلاب يعني لسه عايشين وفي الافلام وكده. لا انا بختلف معاك بقى، الدراما والاعلام قايمين بدور كويس جدا. لا انا يعني بتكلم عن الحاجات القديمه، المنظور القديم اللي ما هو كان زمان. احنا النهارده انا عشان كده بقول الجمهوريه الجديده هي جمهوريه حقوق الانسان، ملهاش عنوان تاني، جمهوريه حقوق الانسان. ليه؟ مصر دوله كبيره، دوله مهمه، وده انا مش بقول كلام دعايه، ده واقع. مصر دوله كبيره، دوله مهمه، اللي بيحصل في مصر بيعدي المنطقة كلها. المنطقة كلها. فالنهاردة أمريكا اللي ادت المعرفش كام دول، هي بص على مصر اللي بتأثر في المحيط بتاعها. وبعدين إحنا النهاردة في وقت صعب جدا، شوف حضرتك أزمة فلسطين والحرب في فلسطين بس يا فندم، وانتهاكات حقوق، النار مولعة على حدود مصر من كل الجهات بالظبط. وبعدين أنا بتكلم على فلسطين تحديدا ليه؟ لأن ناس كتير بتقول لك بص ازدواجية المعايير يا عم فضك من حقوق الإنسان. لا ده أنا لازم أتمسك بحقوق الإنسان أكتر من أي وقت، لأن أنا ما شدتش إسرائيل كده على المحكمة إلا بسبب انتهاكات جسيمة ضد الإنسانية وتطهير عرقي و و و و. هذه لا يقاس عليها يا فندم، تلك الكيان العنصري في كذا. لا أنا عايزة أقول لحضرتك إن ناس كتيرة النهاردة بتتعلل عشان تهمل قضية حقوق الإنسان، بتحافظ على تهمل حقوق الإنسان. وإحنا مطلوب مننا كدولة محترمة، دولة كبيرة، إن إحنا نمشي وفق الدستور اللي حطيناه. قبل ما يحدث في فلسطين سيادة السفيرة، كانت اسرائيل بتمن على العالم كله ان هي الديمقراطيه الوحيده، ان انا واحد الديمقراطيه في منطقه ما فيهاش كذا، ان انا واحد حقوق الانسان في كذا. فالنهارده الحقيقه يعني اذا كان هناك في مكاسب رغم كل الشهداء دول، فان السرديه الاسرائيليه في العالم كلها انتهت خلاص. احنا النهارده تركيزنا على ايه؟ الدوله الفلسطينيه المستقله، دوله قويه عندها مقومات الدولة، ده حق النهاردة كلنا لازم نصمم. الحقيقة الدولة المصرية شغالة الوحيدة يعني، شغالة يعني في المسألة دي بشكل رائع وبشكل غير عادي يعني. طبعا نرجع ست سفيرة، الحقيقة حضرتك بتقولي انت شاركت في حاجات كثيرة جدا في هذا المشروع القانوني، وحضرتك قلتي لي حاجه كويسه قوي ان المساله الوقت مش مخدص، احنا قدامنا وقت ان احنا نسمع ونعيد صياغه وكده، بحيث ان في الاخر يبقى هناك في الرضا او التوافق المجتمعي، علشان ده دستور العداله بتاعهم او ده دستور المواطن يعني. صح. ايه ابرز الحاجات اللي حضرتك شفتيها في الاجتماعات سياده السفيره؟ عشان نطمن الناس بس يعني.
يعني اولا احنا شايفين ان في اهتمام اكبر بمنظور حقوق الانسان في التعامل مع هذا القانون. قبل كده فكره حقوق الانسان الناس ما كانتش حاسه بفايدتها او قيمتها. النهارده احنا تركيزنا على الاقل احنا كمجلس احنا عملنا جواب ووجهناه لمجلس النواب ببعض الملاحظات والمقترحات واستفدنا جدا من الحوار الدائر ان انا استخدم مقاربه حقوق الانسان. يعني المحامين مثلا المحامين ليهم حقوق والمحامين طرف مهم جدا في هذه العمليه. حقوق المحامي ايه السبب ان انا لازم اوفي بحقوق المحامي؟ هي حقوق الانسان اللي المحامي موكله بالظبط كده، وانه ما ينفعش لاي قاضي في اي محكمه انه هو يرفض مثول اي محامي نيابه عن موكله الا اذا كان هذا المحامي فقد اهليته لاي جريمه ارتكبها او كده. فاحنا النهارده بنبص لهذه القضايا من منظور حقوق الانسان البسيط. اهميه قانون الاجراءات الجنائيه في رايي الشخصي انه بيتعلق بحقوق الانسان في اصعب وقت او موقف يجد اي مواطن نفسه فيه او اي انسان يجد نفسه فيه، وهو انه في نزاع مع القانون، هو خرق القانون. عشان كده انا بقول انه حاجه برضو مهمه لفتت نظري في البرلمان لما حضرنا الكلام النهارده على حقوق المتهم، مش بس حقوق الشهود والمبلغين والضحايا، على في الاخر انسان يعني، وحقوق المتهم. اه القانون هياخد هيقتص منه، انما في الاخر هو انسان. وبعدين ليه حضرتك بتحافظ على حقوق المواطن؟ عشان مش عايز تخسره كمواطن. هو متهم، لكن مهمتك انك تصلح من شانه كي يعود مواطن صالح في ضمن المنظومه دي، ويتوقف عن مراكز الاصلاح بدل السجون. بالظبط، ودي السياسه اللي قايمه عليها وزاره الداخليه. وإحنا الحقيقة حطينا دليل عدالة لتدريب العاملين داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، إنه من أول يوم في قضاء العقوبة يجب أن يعامل هذا المتهم بما يعزز شعوره بالكرامة، وأحتضنه إن أنا أكسبه ما أخسروش. عشان كده الفصل بين السفير الكلام حلو قوي، يعني ده واقع. الناس اللي بيشوفونا دلوقتي بيقولوا كلام، بيقولوا كلام حلو قوي قوي، ده واقع. انما معلش معلش، انا هنا بالنيابه عن الناس يا فندم. طيب. انا عارف والله، بس انا مهمتي هنا ان انا ابقى اقول الكلام اللي الناس خلف الشاشه قاعدين بيشوفونا. لك والله الهانم الجميله دي بتقول كلام حلو قوي قوي وكده، حقيقي واقع. بس هل ده بيتنفذ؟ هل بتروحوا تشوفوا؟ معلش، هل بتروحوا تشوفوا ان الكلام الجميل اللي انت حضرتك بتقوليه ده بيتنفذ فعلا؟ احنا يقول لك هو انت بتقول كلام، احنا في سويسرا. انا كتبت على ده بقى. انا كتبت مقال في المصري اليوم حقوق الانسان والسياده الوطنيه. العبره بالتنفيذ. كل المقال اللي انا كتبته على تنفيذ حقوق الانسان، مش الكلام الجميل بس. لا الكلام الجميل ده لازم يبقى واقع. والرئيس قال الجملة دي لما استقبل وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي واستلم منه التقليل التقرير، قال له المواطنين يجب أن يمارسوا حقوقهم. هو ده المعيار. يعني حضرتك شايف الكلام اللي أنا بقوله إنه هو حلو؟ هي فعلا الدنيا هتبقى حلوة لما كل واحد يحترم حقوق الآخرين، أو لما يتنفذ الكلام. ما هو الكلام اللي مكتوب ده، ما هو يتنفذ إزاي؟ كل واحد في موقعه يحترم حقوق الإنسان، بيبدأ بنفسه. كل واحد فينا عارف حقوقه أو عايز يعرف حقوقه وعايز يتمتع بحقوقه. لو أنا خليته يتمتع بحقوقه هيعرف إن حقوقه دي مش مطلقة. والله حتوقف. حضرتك بتقولي كلام مهم قوي، أنا عايز أحكي شوية حاجات بسيطة جدا ويمكن ربما تكون بعيد عن المسألة. اتفضل. في الساحل الشمالي في عمال بساط أوي، عمال الشرير ولا على طيب؟ البوابات واقفين على البوابات، بتدي له الكيو آر كود بتدخلي بتاع، احيانا تلاقي واحد داخل يقول له انت مش عارف انا مين. أيوة. مش هطلع لك ده، مش عارف ايه. ويتعامل الحقيقه معاه. انا الحقيقه والله يا ست سفيره والله العظيم انا باركن عربيتي واقف احط ايدي على خدي واتفرج وانزل من العربيه ايا كان هو مين، اقول له ده راجل محترم بيأدي وظيفته زيه زيك بالظبط. انت حضرتك انت مش بتحترم نفسك، لانك انت الحقيقه عايزه يسرق، عايزه يعمل حاجه ثانيه كده يعني، واقعد ادير حوارات كتيره وكده يعني. انما اكتشفت ان زي حضرتك ما بتقولي ان بنفسي انا حقوق الانسان ابدا بنفسي قوي.
او حضرتك ممكن تجرسوا على على السوشيال ميديا يعني. النهارده انا بجرسوا على الهواء. لا الناس بتتريق على اللي يقول كده، يقول له هو انت مش عارف انا مين؟ انا ابن مين؟ انا مش عارف. المساله خلاص بقى احنا كلنا ولاد لا يعني. ما حدش يقدر يقول الكلام ده. القران الكريم حسمها يعني، ان افضلكم ان اكرمكم عند الله اتقاكم. صحيح. يعني اي حد يقول لك كده قول له والله يا ربنا سبحانه وتعالى في القران بيقول ان اكرمكم عند الله اتقاكم. يعني احنا لازم نصمم يعني على تنفيذ حقوق الانسان بنفسنا احنا كمان لازم يعني. وبعدين عندنا الدستور، عندنا الدستور، وانا دايما عايزه اتكلم على الدستور لان ده قانون وما ينفعش ان انا يعني انا عندي حاجه طريفه. اول الدستور ده ما صدر 2014 انا كنت في فيزيتنج بابليك بوليسي سكولر في الودرو ويلسون سنتر فور سكولرز في امريكا، وكان معايا في نفس السنتر زميلة جميلة جدا اسمها مارينا أوتاوي، هي برضو باحثة ومتخصصة في الشأن المصري، فكتبت مقال عن الدستور وقالت ده قائمة بالتمنيات aspirational constitution. أنا زعلت قوي ورحت خبطها مقال وإزاي تنكري حقنا وقوة مصر النعمة والنخبة وإحنا 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 وبتاع. النهاردة بعد 10 سنين من صدور الدستور لو احنا ما طبقناش الدستور يبقى احنا فرطنا، احنا فرطنا في حق بلدنا وشمتنا اللي كانوا بيقولنا طب قابلوني لما تنفذوا. عشان كده في البرلمان كلام حضرتك بتقوليه ده قوي على فكرة. في البرلمان لما كنا بنتكلم على القانون توقف البعض وقالوا والعبرة بتنفيذ القانون، اي قانون حضرتك تطلعه ولا يطبق بيموت، محدش بيعرف عنه حاجه. ده بيخلي كمان الناس تفقد الثقه باي قوانين تانيه. بالظبط. عشان كده لما حضرتك تعمل قانون لازم تعرف الناس بيه، ومن هنا تاتي اهميه هذه الضجه المثاره الان. كل الناس بتتكلمي صح، لان الضجه دي خلت الناس بجد صح تعرف... بس مش حلوه. لا 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 يعني لا اصل عايز اقول ايه، ان احيانا في علم الاعلام بقى في علم الدعايه انا احيانا ممكن افتعل حاجه بحيث هذا الديبيت الجدل يوصل للناس فالناس تعرف حاجه عايزه تعرفها يعني. فتخيلي حضرتك ان لو ما كانش الجدل ده حصل الناس يمكن كانت في حاجات كتيره جدا يعني انا عندي الحقيقه هنا بس ما عنديش وقت. النقابات دي عايزه ايه وكده وعاملينها وكده، ملخص الحاجات دي كلها يعني. النقابات ده مهم، فالناس كلها بدات تعرف من خلال السوشيال ميديا ومن خلال الحوارات كده. وبعدين النقابات نقابه المحامين، ده من حق المحامين ان يبقى ليهم نقابه تدافع عنهم وتتكلم بصوتهم. دي قضية تانية ظهرت أخيرا يعني. إحنا أي واحد فينا لما بيوكل محامي بيبقى ليه نظرة معينة، لكن المحامي ده بني آدم، والحكومة الدولة النظام العدالة عليه مسؤولية تجاه المحامي إنه يمكنه يقرأ الملف بتاع المتهم اللي هو هيدافع عنه ويوفر له الخدمات ويحاسبه لو غلط. الصحفيين أيضا دي مهمتهم، لأن أنا يعني مهمة نقابة الصحفيين انها كانت تعمل ده، وان ما عملتش ده كان ما تبقى فقدت. لا احنا اللي حصل ده خطوة جيدة. خطوة جيدة وبتخدم قانون بعيد عن المواطن اللي ربنا حميه من انه يروح المحاكم او يخش في حماية وسند للمواطن اللي انت بتقولي في لحظات ضعف لما يبقى في مواجهة مع القانون. بالظبط. وبعدين حضرتك لما تعمل برنامج زي ده وتجيب الضيوف المفيدين دول يتكلموا ويشرحوا للناس، المواطن هيبقى مع الدولة على نفس الصفحة، يبقى عارف. يعني احنا مثلا مصر عندنا مشكلة كبيرة جدا، يقول لك اللي هم اللي بيقولوا عليهم اللي بيرصدوا حالة حقوق الإنسان في مصر، يقول لك الاختفاء القسري. عارف حضرتك حالات كتير جدا من الاختفاء القسري دي عبارة عن ايه؟ ان لو اي واحد ارتكب مخالفة او تم الاشتباه فيه وتم القبض عليه، القانون بيقول انه لازم يتصل بأهله وزويه ويبلغهم. ما بيحصلش. ما بيحصلش. بيقول لك اختفاء قسري وتلبس تهمة بشعة. وتقعد وزارة الخارجية والسفرة بره يقعدوا ينفوا يعني. بالظبط. لكن حضرتك لو نفذت القانون ولو الناس قرت وعرفت ان ده حقها، يبقى هو هيكح مع الضابط يقول له ولا العسكري اللي ماسكه يقول له انا لازم ابلغ اهلي، اقول لهم انا اتخذت في الاسم الفلاني. اخيرا في دقيقة واحدة قدامي دقيقتين. لو حد فعلا توقف وما خدش حقه ويعمل ايه؟ ما هو بيبقى لوحده قدام سلطة القانون ايا كان عسكري او اي حد. وانا حاسس ان انا عندي قهر، حالة قهر مش عارف اعمل ايه. ايه الاجراءات اللي انا اعملها؟ بص حضرتك الحق في الابلاغ
مهم جدا ان انا اوفر للمواطنين وسيله سهله للابلاغ عن اي انتهاكات. لو 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 لم يتمكن، لا حضرتك عندك نشرة الأخبار، في رقم رئاسة الوزراء، في رقم المجلس القومي للمرأة، رقم حتت كتير، احنا حقول إنسان، أي حد عايز يقدم شكوى. عندكم مرصد دائم؟ طبعا طبعا. أنا عندي يا جماعة يوميا تحطوا لي الرقم بتاع المجلس القومي. والله أنا طلبت الطلب ده قبل كده وما. لا من فضلك، أنا بقى هعمل ضجة وهعمل ضجة من فضلكم يا أساتذة لو سمحتوا الرقم يعني الشكاوى بتاع المجلس القومي لحقوق الإنسان يتحط لي يوميا في البرنامج. يكتب بس لأي شكوى اتصل بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إحنا بنتعامل فورا. أنا بقابل أي حد يجي عنده شكوى. قالوا لي والله وبنقعد معاهم. قالوا لي كمان بالتليفون وبترد وبيجي وبيقعد معايا على الأقل. لو ما قدرتش احلها له بيحس ان حد سمع له. فحقوق الانسان حقوق الانسان حقوق الانسان. وانا بشكر حضرتك انك يعني اعتقد ان بعد الحلقه دي قانون الاجراءات الجنائيه قرب من المواطن اكتر كتير قوي. وانه الضجه المثاره دي مفيده، بس ما نغلطش في بعض، ودي هتحطنا في مكان احسن باذن الله. وربنا يحفظ مصر المحترمة الرائعة السفيرة مشيرة حطاب رئيس المجلس القومي للإنسان، شرفتيني. مرسي. وأنا أظن إن الناس استفادت قوي قوي إن هذا الوجه الحقيقة اللي فيه قدر كبير جدا من التفاؤل والأمل والرضا، ده بينعكس على المواطن لما بيشوف المسؤول الحقيقة وهو راضي، هو راضي ومقتنع، بيقول كلام مقنع الحقيقة يعني. لأن الحقيقة في البعض بيطلع بيقول كلام مش مقنع يعني. إنما ميزة السفيرة مشيرة حطاب إنها مقتنعة باللي بتقوله وعندها رضا، وهي الحقيقة في نفس الوقت هي في صف المواطن وفي المهمة اللي هي بتقوم بيها، في المهمة اللي هي بتقوم بيها هي فهمها قوي، وبالتالي هي تعبر عن حقوق الإنسان في مصر. هذا حوار مهم جدا جدا، وأنا بأرحب بأي حوار حيوي في مصر الحقيقة، على عكس ما البعض اللي هو عنده ثقافات قديمة متخيلها إن إحنا كل ما فتحنا الشبابيك الحقيقة والنوافذ الحقيقة ونوافذ الحرية، كل ما في كتير جدا 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 من الحاجات اللي إحنا بنتكلم فيها خلف الكواليس والفساد والمسألة دي كلها تختفي. بشكرك جدا، والكلام الحلو ده هصدقه بعدين. يا رب يا رب. حلقتنا انتهت، ربنا ادانا عمر، ان شاء الله عندنا حلقه مهمه جدا بكره تابعوني. سلام عليكم. شكرا.